السماوات الناقلة لهذا السباق من مهرجان زايد الكبرى، جائزة زايد الكبرى التراثية. تابعت ويانا شوط الرمز، شوط الخنجر، المحليات، وكان هناك الخليجية صاحبة الخنجر للسيد محمد بن سويد بن قشمون المنصوري. ها هو رمز أيضا المهجنات الخنجر، تنتظر الفائزة بهذا الشوط. مباشرة نسير بكم مع المقدمة، هرى الكايدة على المقدمة للسيد سعيد بن محمد بالعضيلي العامري، وفي المركز الثاني الفائزة للسيد يابر بن سلطان بن راشد الخيلي، وفي المركز الثالث أفنان، في المركز الثالث للسيد راشد بن سعيد بن منانة الاجتبي، وفي المركز الرابع الشاهينية للسيد عايض بن محمد بن مسفر اللي في المركز الرابع، وفي المركز الخامس ملوح للسيد مطر بن علي بالسعودي الاجتبي. هذه النتيجة، هذا أول ندى لشوط الرمز البكار المهجنات، شوط الإنتاج والمنتجين. نرجع إلى المقدمة، نرجع إلى الكايدة، الكايدة لا زالت كويدة على مقدمة هذا الشوط للسيد سعيد بن محمد بالعضيلي العامري. شعار الصمود متواجد على ظهر الكايدة على المقدمة. المركز الثاني، نشوف اللي في المركز الثاني، الشاهينية للسيد عايض بن محمد بن مسفر اللي على المركز الثاني، وفي المركز الثالث الفايزة للسيد يابر بن سلطان بن راشد الخيلي. أفنان من الجانب الثاني، لكن ملوح تتدخل في هذه اللحظات، لكن منك أفنان على المركز الثالث. ها هي أفنان للسيد سعيد بن محمد بن منانة الاجتبي. المركز الرابع ملوح للسيد مطر بن علي بالسعودي الاجتبي. وصل المجازف مع الشاهينية للسيد عوض بن عتيج بالزيتون المهيري بدون أي استثناء، أو خبر. وصلت من المراكز المتأخرة على المركز الخامس، على المركز الرابع، على المركز الثالث، على المركز الثاني إلى المقدمة. يا سلام يا المجازف، يدفع بالشاهينية في هذا الرمز، رمز البكار المهجنات. شوط الإنتاج للسيد عواض بن عتيج بن زيتون المهيري مع الشاهينية على المقدمة. الكايدة في المركز الثاني للسيد سعيد بن محمد بالعضيلي العامري، وفي المركز الثالث ملوح للسيد مطر بن علي بالسعودي الاجتبي. دخول أيضا على المراكز المتقدمة، لمعة وصلت للسيد خليل بن محمد بن عبيد الرميذي على المركز الرابع. المركز الخامس أفنان، في المركز الخامس للسيد راشد بن سعيد بن منانة الاجتبي. هذه النتيجة، والشاهينية على المقدمة لا زالت مسيطرة، لا زالت الأوامر ما صدرت من الإخوان الملاك والمضمرين. ركضت الغاي، عرضت الغاي حتى هذه اللحظات، والرمز ينتظر، الفائز. الخنجر تنتظر، الفائز بهذا الشوط، شوط البكار المهجنات، شوط الإنتاج. الشاهينية الأقرب 1200 ما تبقى عن خط النهاية، والشاهينية على المقدمة للسيد عواض بن عتيج بن زيتون المهيري. يا سلام يا بن زيتون، يا سلام يا المجازف على هذا الأداء المتميز للشاهينية. المركز الثاني، لمعة في المركز الثاني تبت تلمع تحت أشعة الشمس على أرضية هذا الميدان في جائزة زايد الكبرى. ها هي لمعة للسيد خليل بن محمد الرميذي، وصل بالسعودي
على ظهر ملوح للسيد مطر بن علي بالسعودي اللي تبي افنان قادمه فنها العريق افنان للسيد وصلت افنان للسيد سعيد بن محمد بن منانه اللي تبي روح يا بن زيتون روح يا الرميذي الخنجر تنتظر الشاهينيه على المقدمه بدون اي اوامر العصاب الابطان ما صدرت عليها اي اوامر عندما سمعت الاصوات على البكار بدات تزيد من سرعتها بدات العصا تظهر اوامر طبيبه اوامر خفيفه بدات تطير وتحلق على اجواء ميدان الوذبه يا سلام لو ما بالجاذبيه بتطير الى السماء بتطير الى هالي منازل سلام يا مجازف سلام سلام على هذا الاداء سلام منازف سلام تهانينا تهانينا لمالك الشاهينيه عوض بن عتيج بن زيتون المهيري على انتزاع الخنجر خنجر البكار اللي قال المهجنات العصايل تهانينا تهانينا على هذا الاداء المتميز ملوح في المركز الثاني للسيد مطر بن علي بالسعودي الاجتبي المركز الثالث افنان للسيد رايد بن سعيد بن منانه الاجتبي المركز الرابع المركز الرابع لمعة للسيد خليل بن محمد الرميذي وفي المركز الخامس ها هي خوف للسيد سعيد بن محمد بن منانة الاجتبي هذه النتيجة يا هو شوط الشاهينية تحظى على الخنجر تحظى على الأداء المتميز تحظى على الانفراد وهي تنتزع الخنجر إلى هالي مدينة العين مدينة الخضرة مدينة الجمال نقولكم صباح الخير يا هالمنازف على هذا الأداء المتميز الذي قدمته الشاهينية في هذا اليوم في جائزة زايد الكبرى وهي تنتزع خنجر المهجنات خنجر الانتاج بالإضافة إلى 300,000 درهم أيضا مع الخنجر في زمن وغدرة 7:36 سبع أجزاء من الثانية تهانينا للسيد عواض بن عتيج بن زيتون المهيري والذي وصلت في المركز الثاني ملوح أيضا ما قصرت قدمت عرض ما في الكفاية قطعت مسافة 5 كيلومتر في زمن وغدر 7:41 تسع أجزاء من الثانية تهانينا للسيد مطر بن علي بالسعودي الاجتبي والذي وصلت في المركز الثالث أفنان وصلت في المركز الثالث 7:42 جزء واحد من الثانية تهانينا للسيد راشد بن سعيد بن منانة الاجتبي تهانينا للجميع على هذا الأداء المتميز في هذه الجائزة المتميزة جائزة زايد الكبرى تهانينا للجميع والناموس بسم الله الرحمن الرحيم مشاهدين الأعزاء متابعين الكرام عشاق الأصالة أسعد الله صباحكم بكل خير ومحبة وسلام اليوم يوم الانتاج ورموز الانتاج وانطلاقاتها الكبيرة هنا التي نشاهدها عبر الهواء مباشرة وعبر أيضا قناة ياس الرياضية هنا مشاهدين الأعزاء متابعين الكرام في هذه الانطلاقات شوطنا الثالث والخاص أيضا بالجعدان اللي قايا المحليات الأصايل هنا درع لأيضا